السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. قصة تائب من المخدرات وهارب من سجون الإدمان. هذه القصة ليست قصة خيالية، ليست قصة نقولها من باب أساطير الأولين، ولكنها قصة حقيقية ولشديد الأسف متكررة في كثير من البيوت. كثير من البيوت النهاردة بتشتكي إن أولادها وقعوا فريسة للإدمان، إن بناتهم وقعوا فريسة لشرب السجاير والشيش في الكافيهات، في النوادي وفي غيرها. إليكم في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى العلاج، علاج إدمان المخدرات. يا من تشرب المخدرات، يا من تتعاطى المخدرات، لو سمحت اسمعني يا عم. خليك في نفسك، خليك في نفسك، كل واحد حر. احنا في بلدنا بيقولوا لنا كل واحد حر، وانا بقول لك لو سمحت اسمعني فانت عبد لله. يا عم مفيش امل، يا عم خلي كل واحد كده ماشي سيبها تسبح. عشان خاطري اسمعني، علشان خاطري اسمعني. سمعتكوا كتير واتخنقت منكوا، خلاص انا مش عايزك تسمعني، انا عايزك تسمع احمد صديقك، مدمن متعافي، وصل إلى المصحة أو مركز التأهيل الصحي والنفسي. هنعرف رحلته داخل هذا المركز وكيف من الله عليه بالتعافي من المخدرات. في البداية ألف مبارك يا أحمد. الله يبارك في حضرتك إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم أن يزيدك ثباتا، أمين يا رب، وأن يحفظك، وأن يردك وأن يرد سائر شباب المسلمين وبنات المسلمين إلى الحق الذي يرضي. أمين يا رب. هي أنا كنت في الأول رافض طبعا أن أنا أخش حاجة اسمها مصحة، بالنسبة اللي أنا بشوفه في التلفزيون اللي هي الناس بتقعد تتشنج وناس وتربيط والكلام ده كله، ده اللي كان التلفزيون مصورهولي يعني. بس أنا لما دخلت كان الواقع بخلاف كده خالص. هو الفكرة بس أنا بخش في البداية حاجة اسمها ديتوكس أو مركز أعراض انسحاب، بقعد فيه تقريبا في حدود 10 ايام بيسحبوا مني المخدر من الجسم. طبعا بكون منوم يعني، في حاله شبه منومه، احيانا بحس بالالم واحيانا لا. طبعا بعد ما افوق يعني فجاه انا ايه اللي جابني هنا انا، وفجاه ببص على كم خراب في حياتي انا عامله. انا اتدمرت، انا جايب قاع نفسي وجايب قاع اجتماعي وجايب قاع مادي وبعيد عن ربنا وخسران كل حاجه. فجاه بفوق اللي هو لا، ده المخدرات فعلا ما كانتش حلو. ازاي يا عم؟ ده المخدرات دي دلالة المدنية والحرية. واحد حر. انا راجل دلوقتي وصلت لاعلى المراتب الاجتماعية، ووصلت ان انا بقيت رجل رأس مالي كبير، ووصلت ان انا بقيت استاذ دكتور يشار الي بالبنان. فحريتي الشخصية بتقولي ان انا كل يوم مثلا اشرب كاسين، ان انا امشي شمال، ان انا اروح او يعني او اجي اعمل اللي انا عايزه. فمن جملة الحاجات والحرية الشخصية ان انا اشرب. ايه رأيك في الكلام ده؟ هي دي مشكلة، هي المشكلة فعلا هي في الحرية. المشكلة فعلا ان ممكن يكون في بعض الاهالي، المشكلة مش في الحرية، المشكلة في فهم الحرية الخاطئ. لا انا مش قصدي على الحرية اللي هي الحرية نفسها غلط، لا انا قصدي في ان احنا مفهومش الحرية عندنا يعني هنا في مصر او بين الشباب، اللي هو ايه، اعمل اللي انت عايزه خلاص وبراحتك وانت حر طالما انت ما بتأذيش حد. بس المشكلة ان المدمن ده هو مبقاش واخد باله ان هو اكتر حد بيأذيه هو نفسه. اكتر حد بيخسره في الدنيا دي كلها هو نفسه. زي ما انا قلت لحضرتك انا وصلت الحتة اللي هو جاب قاع نفسي، قاع مادي، قاع ده يعني انا اشبه لك الموضوع ان انا في بركة طين وغرقان في بركة الطين ومش عارف اطلع، محتاج حد يشدني. وكنت فعلا عشان احتاج حد يشدني كان الحل ان انا اخش المكان ده لسبب واحد. مراكز اعاده تاهيل السلوك اللي موجوده هنا في مصر او شغاله على مستوى العالم كله، شغاله ببروجرام اسمه الـ NA او زماله المدمنين المجهولين. هو عباره عن 12 خطوه
احنا بنشتغل منهم في المكان حسب شغلي انا ما بقدر اشتغل في المكان تقريبا في معدل المفروض 5 أو 6 خطوات اللي بشتغلهم في المكان على 6 مراحل علاجية. في كل مرحلة هو بيأهلني لحاجة معينة. ما بفضلش قاعد في المكان، المفروض بقعد في المكان ده 6 شهور، بس ما بقعدش في المكان 6 شهور متواصلة. لا، هما بيقعدوني في الأول شهر، وبعد كده بيبدأوا ينزلوني أجازة عشان يبدأوا يشوفوني في الشارع أنا هعمل إيه. يا ترى مثلا أنا بنزل هرجع تاني أكلم الناس أصحابي اللي أنا كنت بكلمهم بتوع المخدرات؟ ما هو أنا أول خطوة عندي في العلاج إن أنا أبعد عن كل الناس دي. طيب أنا معلش يا أحمد، أنا مش هخرج بيك بره المركز، أنا خليني جوه المركز. اتفضل. حضرتك لما دخلت لقيت طبعا ناس كتير من مختلف الطبقات، من مختلف الفئات العمرية. الناس دي انت تعرفت عليهم، عايز اعرف منك ايه الاسباب اللي دفعتهم لشرب المخدرات علشان نحذر الناس من الاسباب دي، صح ولا لا؟ 2، هل نفس البدايات بتاعتهم هي نفس بداياتك؟ يعني احنا بنعمل هناك حاجة اسمها جروب اي دي، هو الاماكن العلاجية دي عبارة عن مجتمع علاجي بيضم ناس كلها عندها نفس المشكله. فاحنا في جروب مثلا زي جروب اي دي احنا بنقعد مع بعض كمجموعه وكل واحد بيعرف نفسه، وانا بدات المخدرات 1 2 3 4 عشان نعرف بس ان احنا فعلا كمدمنين فينا تشابهات من بعض. مهما اختلفت ظروفنا الاجتماعيه او الماديه او النفسيه فالبدايه واحده، هي البدايه بس كانت حب وفضول، كانت رغبه ان انا عايز ابقى صايع اجرب، ان انا عايز اجرب. واحد عزم عليا بحاجه اقضيها، حرية برضو شوية، أقضيها شوية معايا فلوس ومحيراني، هي كده يعني، هي نفس البداية بس النهاية واحدة. النهاية ان احنا كلنا بقينا في مركز اعادة تأهيل سلوك. النهاية ان احنا بقينا كلنا مش عارفين نعيش حياتنا الا بالمخدرات، فاضطرينا ان احنا نتحط في مكان متحوط علينا ب4 أسوار وفي ناس عمالة تشرف علينا عشان خاطر احنا بقينا يعتبر فاقدين الاهلية، لان احنا طول ما احنا بره احنا قاعدين بنعمل ايه؟ قاعدين بنخرب في الدنيا. يعني ممكن نقول ان سوء النهايات من فساد البدايات. ايوه تقريبا. نعم. فطبعا المجتمع العلاجي ده بقى مختلف، بقى عندك اللي هو الطبقه الراقيه والطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره كلها متجمعين مع بعض في مكان واحد، بس عندنا نفس المشكله. باختلاف بقى طبعا، انا في حاجات في الاول انا ما كنت رافضها في المكان، اللي هو كانوا بيكلمونا ان انا لازم نبطل بالطريقه ديت، ومفيش حاجه اسمها تبطيل بالدين، لان المفروض ان البرنامج ده اصلا جاي من بره مصر ومترجم، واللي عامله قسيس وطبيب متعافي، والطبيب كان مدمن متعافي يعني، وواحد برضو كان مدمن متعافي، فدول اللي عمل البرنامج. فالبرنامج منقول لينا من بره، فمنقول بالترجمه لينا في مبادئ كتير المفروض انت بتتعلمها في البرنامج ده. اول حاجه نتعلم ان انت يبقى عندك امانه، ان انت ازاي لما تكون عايز تضرب مخدرات تروح تقول للمشرف اللي بيعالجك او المعالج بتاعك انا عايز اضرب مخدرات دليني اعمل ايه. بيخليك ان انت اديك حاجات انت فقدتها في المرحله بتاعت او في الطريق اللي هو بتاع المخدرات، ان انت تبقى عندك امانه، ان انت تبقى عندك نيه دايما ان انت تحاول تصلح نفسك، ان انت تحاول تسمع كلام الناس اللي مشوا في الطريق اللي قبلك خسروا وبطلوا وكسبوا. البرنامج دوت ما بيضمنش ان انت تبطل، بس بيضمن لك حاجه واحده بس، ان انت لو بطلت تبقى انسان منتج مسؤول مقبول في المجتمع. ودي نقطه تانية انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك فيها. الاماكن العلاجيه شيء حلو جدا، بتطلع فعلا ناس مبطله مخدرات، بس بتطلع احيانا برضو ناس مبطل مخدرات وعنده ان هو يزني عادي، مبطل مخدرات وعنده ان هو يعمل اي حاجه تانية عادي، لان هو بيقول له دلوقتي اركن الدين على جنب. ايوه هي دي بس يبقى في عندنا اشكاليه دلوقتي. احنا عايزين نوجه رساله محب من قلب يحب لك الخير. ايها الطبيب او ايها المعالج في هذه المراكز، بنقول لحضرتك لو سمحت صحح نيتك وصحح عقيدتك واظبط فكرك، لأنه لا صلاح للدنيا إلا بالدين. لا صلاح للدنيا اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو تربويا أو طبيا إلا بالدين. الكلام ده أنت بتقوله من نفسك؟ لا، اللي بيقوله ابن خلدون. ارجع معايا لمقدمة ابن خلدون في المجلد الثاني، في مقدمته قال: نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. لو سمحتم بدون دين مفيش توفيق، مفيش علاج. إزاي يا عم؟ ده في ناس اتعالجت صح، بس اتعالج من مرض وبقيت عنده أمراض وسرعان ما هيترك هذا التعافي وهيرجع إلى شيمته الأولى وإلى أمره الأول، لأنه لم يراقب الله سبحانه وتعالى.
اتفضل يا احمد. انا بس مش عايز اعمل عمليه احباط للناس اللي هي مثلا بتعاني من المخدرات وعايزه تخش اماكن علاجيه. مش معنى كان الاماكن العلاجيه مش ناجحه، لا، الاماكن العلاجيه ناجحه جدا، وفي ناس كتير فعلا بتبطل مخدرات، واللي عايز يبطل مخدرات فعلا حقيقه لازم يعزل نفسه عن المجتمع اللي بره ده ويتحط مع ناس شبهه عندها نفس المشكله، عشان فعلا هم دول ادرى ناس بيه وهم يعرفوا يطلعوه. يعني في ناس برضو، معلش يا احمد انا عايز اكد معاك على دي، في ناس بفضل الله عولجت وتعافت من ادمان المخدرات. انا منهم، حضرتك قاعد قدامك، واعرف ناس ما بتطلب لها 6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين 15 سنه 25 سنه بنفس الطريقه دي، وعاد الى رشد وبقى انسان مقبول في المجتمع وبقى انسان كويس. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره في ان الرغبه من جواك ان انت تبقى انسان نظيف. يعني مش موضوع ان انا اسيب المخدرات ان انا افضل ماشي في نفس الطريق تاني. انا لازم يعني وضحت لحضرتك ان المخدرات معاها حاجات تانية، زنا، كذب، غش، نصب، حاجات دي لازم الحاجات دي كلها عشان تنضف لازم ان انا ارجع لربنا. يعني لازم ان انا احاول، هما برضو هناك بيحاولوا يساعدوك ان انت تعمل علاقه مع ربنا، بس العلاقه بدون وعي شويه. فده كانت يعني كانت طلب من كنت طالب من حضرتك ان انت توجه الرساله دي. في طلب تاني بس، يعني معلش، اللي هو صوره يعني المدمن في المجتمع. المجتمع بيبص للمدمن ده ان هو شخص فاشل، عيل صايع، عيل ملقي، عيل يترمى في الشارع، يستاهل اللي هو بيحصل له. بالعكس على فكره، هو شخص غلبان جدا لانه ما لقاش حد يوعيه. كتير جدا من الاهالي ما بتبقاش واخده بالها اصلا، زي ما انا قلت كده، ان ولادها مدمنين، او حتى على الاقل مش مدخلين عيالهم ممكن يوصلوا لمرحله يعني زي مرحله الادمان اللي هو الهيروين، او ان هو يبقى مدمن نشط اللي هو بياخد مخدر كل يوم. كتير من الاهالي بتبقى سايبه عيالها مثلا يرجعوا لحد الساعه 2 3 بالليل وما يسالوش انت راجع بره ليه. يعني انا كان نفسي اتسال السؤال ده، انت لحد دلوقتي بره بتعمل ايه؟ انت بتاخد الفلوس دي كلها بتعمل بيها ايه؟ انت ليه بتصحى كل يوم من نوم الساعه 2 3 اول حاجه بتعملها انك بتلبس هدومك وبتجري؟ انت ليه عمال بتمسك في جسمك؟ ليه عمال بتعطس؟ حاجات كتير الاهالي ممكن تاخد بالها منها بس هم ما بيبقوش شاكين في عيالها. في دور في المدرسه، في دور في الجامعه، فيديوهات توعيه. ممكن بس يعني بعد اذنك يا احمد انا هسيب لك الرساله دي تختمها، ولكن انا عايزك تقول لي كاخ بتنصح اي انسان هيشوفك دلوقتي تقول له ازاي يتعالج من ادمان المخدرات او تعاطي المخدرات؟ هو انا مبدئيا انا هنصح اثنين. انا قلت ان في شخص يوزر اللي هو مستخدم المخدرات، وشخص اللي هو المدمن اللي هو مش واخد باله اصلا ان هو في حاله ادمان. كنت بقول ان انا كنت وصلت لحته اسمها بركه الطين. فانا لو الطين وصل لحد رقبتي، وفي واحد تاني واقف في اول البركه والطين وصل لحد ركبته، وفي واحد تالت واقف بيتفرج علينا من بره، فاللي بره شايفني انا خلاص بغرق، واللي في اول البركه شايفني انا كمان بغرق. انت مش محتاج انك تجرب نفس التجربه دي عشان توصل وتعرف فعلا ان دي نهايه المخدرات. انت مش محتاج ان انت يعني فعلا اللي هو تبيع نفسك وتبيع دينك وتبيع اهلك عشان لذه فعلا ما بتاخدش الا ثواني وبعد كده بتنتهي. التبطيل موجود، الاماكن العلاجيه فاتحه ابوابها 24 ساعه لاي حد عايز يبطل، بس فعلا ياخد خطوه، وقبل ما يكون عايز يبطل لنفسه يبطل لله، لان ما فيش حد هيساعده فعلا في الموضوع دوت الا الله، لان هو الصبر. الصبر هو الحاجه الوحيده فعلا اللي هتقدره. عايز اختم معاك، عايز اختم معاك بحاجتين. الحاجة الأولى، حياتك دلوقتي بعد المخدرات شكلها إيه؟ الحاجة التانية، رسالة تقدمها لأهلك، للمدرسة، للدعاء، للمجتمع. حياتي أنا سعيد جدا، يعني أنا ممكن أبسط الأمور دلوقتي تساعدني. أنا ممكن قبل كده كنت عشان أتبسط محتاج مبالغ مادية رهيبة يوميا. دلوقتي انا ممكن لو نزل معايا 10 جنيه و20 جنيه ونزل احط على القهوه واشرب كوبايه قهوه ولا كوبايه شاي مع واحد صاحبي وقاعدين بنضحك من قلبنا فانا مبسوط. النهارده وانا حتى قايم بصلي ركعه فجر وانا عارف ان انا الحمد لله ربنا راضي عني ان انا بطلت حاجه زي المخدرات فانا مبسوط. النهارده وانا ببص في عين ابويا وامي وشايفهم وهم راضيين عني انا مبسوط. معلش يا احمد، سؤال والله العظيم بقوله لك، يعني الكلام اللي انت بتقوله ده ممكن بعض الناس يسمعوه يقولوا ده دروشه. لا، هو انا عملت كل حاجه، يعني انا عملت كل حاجه في حياتي، يعني مشيت مع اهل الدنيا على قد ما قدرت، ما خدتش منهم حاجه. انت خسرت كتير؟ يا خسرت نفسي واشتريتها تاني. خسرت فلوس؟ مش مهم الفلوس، المهم راحه البال. المهم دلوقتي وانا ماشي في الشارع ما
الناس بتبص عليا احمد اتغير، احمد ما عادش زي زمان. حاسس برضا الله؟ اكيد حاسس ان ربنا راضي عنك؟ نعمه نعمه عظيمه جدا. جزاك الله خيرا. رساله توجهها لمدمن مخدرات تقول له؟ والله ما في سعاده في الدنيا في معصيه ربنا. عايز فعلا انت مبسوط، ارضي اهلك، ارضي ربك، ويا عم ارضي نفسك. انت مش محتاج فعلا ان انت في شيط كهرباء اهيت، انا بقول لك انا حطيت صباعي فيها وكهربت، انت ليه عايز تحط صباعك معايا؟ اسمعني، انا مش محتاج منك حاجه، انا لا جاي البرنامج ده اخد فلوس ولا، وانا حتى يعني اللي هو على الشهره انا حتى تقريبا محدش شافني ولا حد عرفني، بس تجربه وانا عديت بيها، وانا عاهدت ربنا ان انا على قد ال 11 سنه اللي انا ضيعتهم من عمري في معصيته ان شاء الله بقيت عمري يعني احاول بس اللي هو ومن احياها. طيب تحب توجه رساله للاهل، او تحب توجه رساله للمدرسه، او توجه رساله للدعاء، او للجمعيات الخيريه، او لرجال يا ريت الاعمال؟ يا ريت يا ريت. انا كنت بقول ان المجتمع بيبص للمدمن ده ان هو شخص فاشل ما يستحقش ان هو اصلا الرعايه، بالعكس هو شخص غلبان جدا. الدعاه محتاجين فعلا ان هم ينزلوا للشباب بنفس تفكيرهم. الدعاه لسه بيقعدوا يتكلموا معلش باللغه العربيه الفصحى، بيقعدوا يتكلموا في دروس علم وناسين الناس دي، ناسينها ناسينها فعلا. انا كواحد من الناس ما عداش عليا الا فتره في حياتي بس كم اخ جم نصحوني، وبعد كده انا ما شفتش حد تاني. المدرسه الجامعه ليه ما تعملش فيديوهات توعيه؟ ليه ما تعملش حملات توعيه قبل ما الشباب يخشوا؟ انا لو كنت وانا صغير في اعدادي او في ثانوي عرفت يعني ايه مدمن الهيروين بيوصل لايه في الاخر، وشفت حاله زي حالتي دي، انا ما كنتش اجرب. انا مش عارف اختم اقول ايه، بس اللي اقدر اقوله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. لا اجد ابلغ من هذه الآية الكريمة التي قالها ربنا تبارك وتعالى في كتابه ليفتح آفاق الرحمة لكل انسان عصى الله عز وجل ويسعى بجد للتوبة. انا شرفت باخي احمد وبقول له الحمد لله على السلامة، وربنا يحفظك ويثبتنا وإياك ويثبت عباد الله المؤمنين جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأنا أولا أعاهد الله عز وجل أن أجتهد في دعوة كل شاب وكل فتاة بما أستطيع بما أستطيع، وأن أبذل حياتي إن شاء الله. وأي أخ أو أي شاب أو أي فتاة عاوزين يتواصلوا معايا أو يتواصلوا مع أخوي أحمد، إن شاء الله هنعمل جروب كبير إن شاء الله، ونبدأ ننزل إن شاء الله للمصحات ولمراكز التأهيل النفسي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، وهتشوفوا ده في القريب العاجل إن شاء الله. اللي عايز يتواصل معانا يا جماعة يتواصل على صفحتي الشخصية، صفحة الشيخ علي قاسم على الفيسبوك، أو جروب الشيخ علي قاسم على الفيسبوك. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. فوق ثقاب